رمضان بلطر الفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم جمعية الهضبة الجمعية من الحصاري وعامة باسم الكاتبة اللجنة الإنسانية بنسلم عليكم ونشكركم لكم دعونا لهذا الاحتفال الطيب الكريم اللي احنا ان شاء الله هنبقى عاملين كفايه وان شاء الله هنبدا نتواصل فيه مع بعض. معلش اسمحوا لي اقول ببدايه احنا في الجمعيه بتاعتنا عاملين لجنه نسائيه كانت بدايتها ان احنا عايزين نواصل المحبه بتاعتنا من منطلق ان المحبه تتواصل. قلنا احنا بتوع الحصاله من بين اللي هناك أهلينا بحب بعض وكانوا كويسين أول مع بعض ورحنا الأبناء خرجنا من القرض هذا اللي محبة القرض فقلنا نروح نقعد في الجمعية ونشوف بعض ونشوف احتياجات بعض ونبدأ إيه ونواصل المحبة. بعد ما قعدنا مرة مرتين ثلاثة فاضطرنا إن إحنا نفعل هذا الاجتماع ونخليه ليه دور في المجتمع اللي حوالينا. رحنا عملنا اللجنة بتاعتنا دي سميناها لجنة الباقيات الصالحات وكان لينا شعارنا هو لم يكن جزاء ولا شكور وهدفنا هو حكمة الحكمة الإنسانية اللي احنا إن شاء الله بنعمل فيها. ومن خلال اللجنة دي عملنا مجموعات صغيرة اللي هي متبرعة لجنة البحوث والمساعدات وجمع التبرعات دي فيها رئيسة واحدة كبيرة سنة يعني وبعدين معاها ثلاثة أربعة بس في الأعمار السنية ويعني في تصاعد تنازل تصاعدية من الكبيرة للصغيرة للوسط لغاية ما نوصل لأصغر واحدة تكون بعد 17 18 سنة عشان نعمل صف تاني وثالث في لجنة البحوث والمساعدات اللي بتجينا فيها مساعدات مالية مساعدات عينية مساعدات تمويلية. وبعدين في برضه عندنا لجنة تانية المجموعة التانية اللي هي مجموعة ومة الزيارات. احنا برضو بنشوف الستات اللي هم القواعد من النساء اللي كانوا امهاتنا واهلينا اللي كان لهم دور وخلاص وقعدوا في البيت فاحنا بنروح نزورهم باسم اللجنة دي ونروح نقدم لهم هدية بسيطة من اللجنة ونقعد معاهم نتواصل معاهم ويحكولنا عن ذكرياتهم. وبرضو فيها في اللجنة دي عاملين برضو كذا واحدة رئيسة واحدة كبيرة شوية